بعد وصول المعتقلين امام المحكمه تقدم الدفاع بملتمسات ديال العلني للجلسه ديال كذلك الحضوريه ديال المعتقلين، وكذلك بعد ان تهيئ الدفاع لتقديم ملتمس ديال الافراج المؤقت او الصلاح، طبعا امر رئيس المحكمه بدون يعني اصدار اي قرار باخراج المعتقلين من الجلسه، مما اثار حافظ الدفاع الذي اعتبر انه طلب تقديم الصلاح بدون حضور المعتقلين وفي خرق لحضوريه ديالهم امام المحكمه، قصد طبعا تقديم طلب الصلاح في اطار الذي يخوله القانون. وطبعا هذا القرار الدفاع رد عليه بقوه بناء على المقتضيات القانونيه اللي كتعتبر المحاكمه اصبحت لا توفر على الشروط ديال شروط المحاكمه العادله في ضمن الضمانات ديال الحقوق وضمانات المعتقلين، مما طبعا يشكل خرق سفير المقتضيات القانونيه اللي كتفرض على المحكمه حضور المتهمين في كافه اطوار المحاكمه. كانت الجلسه ديال حميد المهداوي اللي طبعا عينتوها كاعلاميين، واللي كانت فيها طبعا تاخير اليوم 17 من هذا الشهر الجاري، وكذلك تقدم الدفاع بملتمس ديال الصلاح ديالو في شخص الاستاذ النقيب زيان، واللي بعدها مباشره تناول الكلمه حميد المهداوي اللي عبر على رايه من ما تعرض له من ممارسات تسيء لشخصه وتسيء لحقوق ديالو اللي كيضمن عليه طبعا القانون والدستور والمواثيق الدوليه.